بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 3 شوف في المومنت اوف ذا فورس اباوت ا بوينت، لازم حوالين نقطة. يقول لك ان الفورس فيكتور يعرف بايش؟ بماجنيتيود، لازم يكون له مقدار واتجاه وتأثيره على الريجيد بادي، وكمان يرتبط ب point of application اللي عندنا النقطة A هنا، نقطة التأثير. المومنت of force F هذه الموجودة عندي هنا حوالين النقطة O، هذا إيش يساوي؟ هذا يساوي، هو يعتبر أصلا متجه، فهو ضرب متجهين cross product. المتجه R إيش هو؟ هو اللي وصل بين النقطة اللي هي نقطة الدوران، بعد الفورس هذه عن نقطة الدوران اللي هو R، وبعدين المتجه F اللي هو الفورس موجود عندي هنا. ضربت الاثنين يعطيك المومنت كمتجه. طبعا المتجه هذا ما دام ضرب متجهين اللي هما الاف والار، حيكون النتيجه تبعهم بيربانديكولار على على النقطه او الفورس اف، وهو حيكون عندي هو المومنت. الماجنيتود ام زيرو، الام زيرو هذه اللي هي المومنت حوالين النقطه او، هذه ايش تقيس؟ هذه تقيس قدره الفورس اف هذه على ايش؟ على دوران هذا البادي موجود عندي هنا حوالين الاكسس الموجود عندي هنا اللي هو او النقطه او. المقدار تبعها يساوي، نحن شفنا الكروس برودكت انه يساوي المتجه ار مضروب المقدار تبع الار والمقدار تبع الاف في ساين الزاويه فيما بينهم، الزاويه ثيتا هنا، مد الار شويه بس هنا، هذه الار حتكون الزاويه ثيتا هي الزاويه ما بين الار والاف، اذا ساين ثيتا. لاحظ انه الار إذا ضربتها في الساين الثيتا هنا، الآر مع الساين الثيتا تعطيني إيش؟ تعطيني الدي. إذا يساوي الإف مضروبة في دي. كيف أقيس اتجاه المومنت هذا؟ هل هو اتجاه الأعلى أو الأسفل؟ بنفس الطريقة اللي شفنا في الكروس برودكت نقيسه ب رايت هاند رول، بقاعدة رايت هاند رول. لاحظ هنا إذا كان عندي الفورس إف برايم عندها same magnitude لها نفس المقدار ونفس الاتجاه مع الاف، هما يعتبروا متكافئات في حال بس اذا كان ايش؟ اذا كان لهم نفس خط تاثير ياثروا على نفس الخط، يعني لاحظ هذا الخط and produce وينتجوا نفس المومنت، اذا كانوا لهم نفس المومنت وهما ياثروا في نفس الخط ولهم نفس الماجنتيود ونفس الاتجاه يعتبروا متكافئه. امثله، لاحظ ان الزاويه هنا اللي تاثر بها مهمه، لاحظ هنا حتى المسافة هنا إذا أثرت من المسافة هذه أو المسافة زي كده يعني يعتبر مختلف. هلا بدنا نشوف اتجاه اللي هو قيمة المقدار تبع المومنت. لاحظ هنا عند الفورس إذا دورت حوالين النقطة O حتدور إيش؟ كنتر كلاكواس عكس اتجاه عقارب الساعة، في هذه الحالة حينتج عندك إيش؟ مومنت يكون موجب. أما إذا كانت الفورس، لاحظ هنا إذا دورت حوالين النقطة O هنا حيكون الدوران في اتجاه عقارب الساعة، ساعتها يكون المومنت قيمته الماجنيتود تبعه سالبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.